فراخ الكريسبي بتاعتنا. ادي جايبين فراخ سلقينها نص سلقه او ثلاث اربع سلقه حطيناها، وهنحط معاها توابل ونحط بقسماط وملح وفلفل. عايز احط سن دقيق صغيره مفيش مانع، سن ماشي. وبعدين ناخد البيض بتاعنا اهو الشكل ده، ادي البيض بتاعنا حطيناه، وحطينا الملح والفلفل، وادي المقادير ظهرت قدامكم على الشاشه. بتاخدي الحاجات دي كلها مع بعض تقعدي تقلبي فيها، وبعدين نبدا ان احنا نحرك. حطينا الزيت اهو يا جماعه على النار، وتاخدي بالك كنت شغاله ما تنسيش عشان المخ ما تلسعش منك. ادينا حطينا الفراخ بتاعتنا المسلوقه في البيض والتوابل، وبعدين حطيناها في البقسماط بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ويا ريت ان احنا نركز قوي مع الحاجه اللي بنعملها عشان تطلع معانا ناجحه، ان في ناس بتحب ان هي تشتغل كده بسرعه زي ما بقولوا بالبلدي تقلب الحاجه فالحاجه تطلع مش كويسه. زي ما انتوا شايفين اهو، هنكمل الكلام ده كله بالشكل ده. نبدا نحمر فراخ الكريسبي اللي احنا عملناها بالشكل اللي انتوا شايفينه. نحط حاجه بالشكل ده اهو، نحط على ما الفراخ تتحمر نبدا نعمل المكرونه بتاعتنا، ونرص الكحك اللي طلع الاول. نحط مناديل عشان تشيل الزيت تبقى خفيفة شوية بالشكل ده كده. اهو بسم الله. ادي يا جماعة زي ما انتم شايفين كده حمرنا الفراخ اللي احنا سلقناها نص سلقه، وعملنا المكرونه